السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم يومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا أراءكم بالمواضيع اللي احنا نطرحها أو المواضيع اللي انتم تردون تحجون بها للمشاركة بالبرنامج. أرقام البرنامج أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من ذني الأرقام. اللي ما يقدر يتصل بنا يقدر يدزلنا رسالة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، آخر رقم بصف إشارة الواتساب حتى نقرأ رسالته بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفات حلقتنا، وأول ملف ويانا هو ملف الانتخابات والتطورات اللي صايرة بي وراء محاولة الكتل السياسية على رأسها الإطار تمرير قانون سانت ليغو سيء الصيت. هواية من المدن العراقية صار بها حراك متزايد، المتظاهرين، الناشطين، الثوار ضد أحزاب السلطة الحاكمة وضد قراراتها اللي تهدف إلى زيادة نفوذها وتحقيق أجندات هاي الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات على حساب المصلحة الوطنية. يعني بالعامية ماكو أي مصلحة وطنية، أو المصلحة الوطنية قاعدة بالزاوية وتبكي. مراقبون يقولون أنه ممارسات السلطة الحاكمة والقمع اللي تصير على المتظاهرين ومقابلة أكو إقرار قوانين تصب بمصلحة الأحزاب والميليشيات بس راح تزيد من النقمة الشعبية اللي موجودة عند الناس لهاي السلطة، وهذا اللي ينذر أنه تنشب ثورة جديدة بالعراق حالها حال ثورة تشرين. لكن هاي الثورة الجديدة راح يكون زخمها أكبر، راح يكون الناس بها المشاركين أكثر، راح تهدف إلى إزاحة الفاسدين والعملية السياسية بشكل نهائي، وراح يكون إصرار عند الناس. مثلاً بواسط مجموعة من المتظاهرين قطعوا عدد من الطرق الرئيسة بالمحافظة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً، التيارات المحترقة يعني، احتجاجاً من عندهم على تمرير قانون سانت ليغو سيء الصيت اللي كانوا متظاهرين عليه. خلونا نشوف. هذا التصعيد مركزي في جميع المحافظات ضد قانون الإطار التنسيقي ومحمد الحلفوسي، ضد إرجاع قانون سانت ليغو وإرجاع مجالس المحافظات هذا القانون ومجالس محافظات اللي رفضتهم المرجعية ورفضهم الشعب، وانطينا من أجلهم أكثر من 800 شهيد و 30,000 جريح. اليوم تسجعون هذا القانون وتستخفون بالشعب، أقسم بالله العظيم الثورة قادمة وإن شاء الله نطاح بكم قريبا. عاش العراق، عاش العراق. هاي بواسط وراح نبقى بواسط. اللي صار بيها قمع حكومي إلى هاي المتظاهرين، وبسبب هذا القمع الحكومي للمتظاهرين بواسط انقتل المتظاهر جعفر قاسم الهلالي خلال توجهه للمشاركة بالتظاهرات اللي رفضت قانون سانت ليغو واللي رافضة إلى سياسات الأحزاب اللي ما لقوا بها الشعب العراقي أي مصلحة لهم، فقط أكو قوانين. هاي القوانين اللي قاعدة تقر بالبرلمان أو بمجلس الوزراء هي لفائدة الأحزاب مو لفائدة الناس. بعد مقتل جعفر شيعوا الناس جثمان الشهيد بموكب كبير تجول بشوارع المدينة. خلونا نشوف. أريد أسأل السياسيين، الناس تشتغل حتى باكر عقبة يذكروهم بالخير، والدنيا صغيرة، باكر عقبة هم رايحين وراح يموتون، راح يلقون واحد يشيعهم مثل ما شيعوا جعفر الهلالي؟ بالتأكيد لا. مصادر صحفية من محافظة بابل قالت أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط المحافظات الجنوبية بين بعضها البعض بالإطارات المحترقة بالتيارات،
احتجاجا من أدهم على تمرير تعديل قانون الانتخابات اللي هو قانون سانت ليوغو وإعادة مجالس المحافظات اللي الشعب رافضها، وأعلنوا منع دخول النواب التابعين للمحافظة اللي صوتوا لصالح القانون إلى محافظة بابل بالمستقبل، وأكدوا أنه العودة إلى قانون الانتخابات بنسخة سانت ليوغو يثبت مرة ثانية أنه الرهان على التغيير من داخل العملية السياسية واللي مبنية على المحاصصة الطائفية اللي الشعب رافضها واللي تفصلت على مقاس الأحزاب السلطوية بس هو رهان فاشل. وطالبوا خلال التظاهرات أن يتم إسقاط العملية السياسية كاملها، وهذا الشيء صار خلال الهتافات والبيانات اللي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وشددوا أن الشعب العراقي يأس من هاي العملية السياسية ومن وجوهها، وأن الانتخابات الأخيرة اللي صارت بها مقاطعة ما مسبوقة كانت دليل بين على أن الشعب العراقي نفض إيده من هالعملية اللي وصلت البلاد إلى الحضيض. المتظاهرين وعدوا أنه تمرير أو قالوا أنه تمرير مثل هاي القوانين هو فشل لما يعرف بالنواب المستقلين اللي ركبوا موجة تظاهرات تشرين، وحذروا متظاهري قضاء الحمزة الغربي تحذير شديد اللهجة القوات الحكومية والشرطة اللي موجودة ببابل وراء مشاركتهم قمع المتظاهرين بالمحافظة. خلونا نشوف. بابل من الحمزة الغربي، أحرار محافظة بابل في المركز يتعرضون لقمع وعنف غير مبرر. نوجه رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة شرطة بابل وإلى كل من أمر بقمع الثوار والمحتجين في مركز المحافظة. نحسب لكم منا إلى نصف ساعة، إذا ما تم إخراج المعتقلين وإيقاف القمع الغير مبرر راح يتم الزحف الجماهيري من كل أقضية ونواحي بابل إلى مركز المحافظة حتى خروج المعتقلين. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. هاي بابل، القادسية حالها ما يختلف. ظهروا مجموعة من سكان محافظة القادسية قدام مكتب مجلس النواب، رفضوا من عندهم على تمرير قانون انتخابات سانت ليوغو سيء الصيت. مصادر صحفية من هناك قالت أن العشرات من متظاهري القادسية أغلقوا الطريق قدام مكتب مجلس النواب بالمحافظة بالتائرات المشتعلة، وأشاروا أن المتظاهرين حاولوا أن يقتحموا مكتب مجلس النواب بالمحافظة احتجاجا من عندهم على تمرير البرلمان القانون الانتخابات اللي الشعب رافض إليه، وصارت هتافات من المتظاهرين ضد مجلس النواب ورئيسه. خلونا نشوف. هاي تظاهرات القادسية ضد مجلس النواب ورئيسه. القوات الحكومية تعرفون لازم عندها بصمة، وبصمتها معروفة، ودائما نحكي على بصمة القوات الحكومية بأي تظاهرة. فهم أن اقتحموا ساحة اعتصام المتظاهرين اللي رافضين إلى قانون الانتخابات الجديد اللي هو قانون سانت ليوغو واللي أقر البرلمان الحالي. اقتحموا ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار. اقتحام القوات الحكومية أدى إلى إصابة عدد من المعتصمين وراء الاحتكاك اللي صار ويا العناصر الأمنية. القوات الأمنية وراء ما فرقت المعتصمين حرقت خيام المعتصمين، اعتقلت بعضهم، وفتحت الشوارع اللي أغلقها المحتجين اللي أكدوا أنهم راح يتخذون موقف شعبي جديد وراء فض الاعتصام السلمي بالقوة، وأن الساعات الجاية ربما راح يصير بها تصعيد جديد. لكن بساحة الحبوبي، العفو، مو بس بساحة الحبوبي، لا، حتى بالمحافظات العراقية الثانية. خلونا نشوف مجموعة من هذه الهتافات، وراها راح نقرأ تغريدات على هاشتاغ سانت ليوغو مرفوض، اختاريناها لكم حول هذا الموضوع. الشعب يريد إسقاط النظام.
مو بس ضمن الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هواية من الفيديوهات اليوم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول تظاهرات أو وقفات احتجاجية لمتظاهرين، لأهالي، لسكان، لنازحين ضد قانون سانت ليغو اللي الشعب ما يلقى به أي فائدة للمواطن، واللي راح يرجع مجلس المحافظات أو إدارة مجالس المحافظات اللي كانت هي باب من أبواب الفساد اللي الشعب طلع ضدها، واللي نتيجة ثورة تشرين لغت هاي المجالس وراح يرجعوا لها بالانتخابات الجاية. واختارينا لكم بعض التغريدات على هاشتاغ سانت ليغو مرفوض من تويتر. يوسف جورج يقول: هاشتاغ سانت ليغو مرفوض، كمواطن عراقي أعلن رفضي له كونه يعد مصادرة لحقي في الاختيار ووجه آخر لعملية تدوير الفاسدين من جديد. أبان يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هؤلاء النواب لا يمثلون إلا الاستغلال والفساد المستشري في الدولة. هذه الخطوات ستكون وصمة عار في تاريخكم العفن يا سياسيو الدبابة المحتلة. هاشتاغ سانت ليغو مرفوض. علي البراك يقول: لن نشارك في انتخابات فصل قانونها على مقاس رؤوسكم الكبيرة، ثابتون في موقفنا، معارضون لحكمكم، لن نخون الوطن والشعب في لعبة السرقات والفساد وتقاسم خيرات العراق، تعسل لكم ولحكمكم. هاشتاغ سانت ليغو مرفوض. وعمر غرد يقول: ما زال يعتقد العراقيون أن الانتخابات والمشاركة الواسعة هي الحل الوحيد، لكن لا يدرك العراقي قبل بضعة أشهر حصل مقتدى الصدر وأتباعه على 73 مقعد في البرلمان، وهو يمتلك شارع ويمتلك قوة مسلحة، ومع كل هذا لم يستطع فعل شيء، لا بل انسحب رغما عن أنفه. هاشتاغ سانت ليغو مرفوض. وعندنا اتصال من عبد الرزاق من بابل. حياك الله يا عبد الرزاق. حياك الله استاذ فهل. حياك استاذ فهل. بالنسبه للمنطقه يعني مقبله على تغيرات جذريه، نعم، ومقبله على فوضى، يعني فوضى عارمه اللي احنا جاي نشوفها هسه بالدول المحيطة بينا، ومن ضمنها العراق راح تكون يعني فوضى كلش كبيرة. فأكو تغيرات بالمنطقة، أما سانت ليغو وهاي الثورة تشرين، ثورة تشرين هي انطلاقة حققت الهدف اللي مرجو، يعني اللي ريده من العراقيين اللي هو مطالبهم ريد وطن، فتحقق الهدف المرجو وهو إرادة الوطن. لكنه احنا نريد ما بعد التجربة، يعني احنا لن نبقى على نفس النمط، يعني نحرق تايرات ونبقى هذه، لا، نريد يعني تغيرات اخرى. استاذ عبد الرزاق، بس سؤال، يعني شلون ثورة تشرين حققت هدف وهو نريد وطن، انه وجدت الوطن؟ يعني اغلب العراقيين اليوم يقول لك انا ما لاقي وطن، النازح ما لاقي وطن، المريض اللي ما يلقى علاج ما لاقي وطن، اللي ما عنده راتب من الرعاية الاجتماعية هو عاطل عن العمل ما لاقي وطن، الشاب الخريج اللي يشوف الأجنبي والبنغالي والهندي يشتغل وأرقى الرواتب وأرقى أكل وهو مدى يشتغل، يعني هذا شلون حققت له هذا الشيء؟ شوف أستاذ أفل، إرادة الوطن بأنه أنطى ثورة تشرين انطباع للشعوب المحيطة بالعراق، نعم، وبالأخص خليني أقول لك بأنه شيعة العراق أثبتوا وطنيتهم، نعم، لأنه شيعة العراق من قبل الشعوب العربية وحتى حكام العرب رموهم بالحضن الفارسي، لكنه شيعة العراق أثبتوا بأنهم وطنيين وناس عرب أقحاح وماء ولاء، نعم، لغير العراق. هذا الهدف الأول من تشرين، وهو القضاء على الطائفية. أهم شيء هو القضاء على الطائفية، لأنه بذيك الفترة كل الأحزاب اللي موجودة داخل العراق تهدف إلى استمرار الطائفية، لكن ثورة تشرين قضت على الطائفية ووحدت كلمة الشعب العراقي. هذا القصد من كلامي. أما يعني أفهم أنه هي وجدت الهوية العراقية مرة ثانية. بالفعل. أما شوف سانت ليغو وساكت بيكو، أنا عندي نفس المعنى ونفس الهدف. ساكت بيكو عمل على تقسيم الوطن العربي، لا. أما سانت ليغو يعمل على تقسيم الوطن الواحد. فالجماعة مشلبين بسانت ليغو هو على تقسيم الوطن عن طريق المحاصصة، فهذا اللي يلفون عليه،
وحتى صدقني حتى لو تغيرت إلى دوائر متعددة هم باقين بالحكم، يعني ما لأنه العملية السياسية تقاد من الخارج أستاذ أفل، يعني مو حتى لو صارت تجيب الدستور الأمريكي هنا تخلي بالعراق هم نفسيتهم يقول ليش؟ لأنه العملية السياسية برمته جاي تنقاد من الخارج، فباقين العملاء والخملة والخونة والمتسقة. على أي حال إحنا نرجو من الله أن يصلح العباد ويحفظ البلاد من الأشرار اللي تخيط بالمنطقة. تحياتي لك. تحياتي، اللهم آمين. شكرا شكرا لك عبد الرزاق. ملف النازحين، الكل يدري أنه وزيرة الهجرة والمهاجرين إيفان جبرو راحت إلى مخيم بزيبس على الرغم من الاحتياجات الكبيرة اللي موجودة للنازحين هناك، على الرغم أن المخيم يفتقر إلى أي شيء، يفتقر إلى الأساسيات اللي المفروض موجودة به، بنقص بالمواد الغذائية، بنقص بمياه الشرب الصالحة للاستخدام البشري، ما بمركز طبي، وأكو ناس حال الضيم حالهم، واللي ناجدة والوزيرة حتى تنهي قضية النزوح ويرجعون إلى مناطقهم، لكن الوزيرة وجهت أن يتم توزيع سلتين غذائية لكل أسرة نازحة خلال شهر رمضان، سلة بداية رمضان وسلة بمنتصف رمضان، لازم تكفيهم هاي السلتين 30 يوم، وتجاهلت المناشدات اللي قالوا لها أنه ينهون ملف النزوح، يرجعوهم المناطقهم الأصلية. بمخيم عمرية الفلوجة اللي تعيش بعائلات نازحة من جرف الصخر من 9 سنوات، نسوة نازحات من المخيم ناجدوا أهل الخير أن يتم توفير السلال الغذائية لهم وراء تجاهل الحكومة لأوضاعهم وعدم شمولهم بالمساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان. خلونا نسمع هاي المناشدة. مخيمات عمرية الفلوجة المركزية خلال شهر رمضان وقواي ولا غذائية ولا طب لنا ولا مساعدات، وناس مرضى وأرامل وأيتام، والله كل شيء ما يطب لنا نايم ولا يسكت. الناس الخيرين يتكلم علينا، الله الله بينا على عيني والله. وتدرون هذا الوضع شلون قلق وامورنا تعبانه، واحنا الدكتور على طرفنا هذا شهر رمضان جاءنا المقبل. السلام عليكم ورحمه الله. احنا مخيم العامريه ناس ايتام وناس ما عندها وارامل لا رواتب ولا اي معين، جانا شهر رمضان وبرداس ماكو، جانا الحار والمساعدات الطعام عنا، وريد من الخيرين الطيبين يدخلون علينا وعلى حالنا وعلى حال اطفالنا، جانا الحر جانا رمضان هذا ان شاء الله ابو الخيرات، جزاكم الله بالف خير اللي دحج على هالعوائل هاي التعبانه. تعرفون السياسيين الموجودين بالبرلمان 375 واحد هم، وياهم مجلس الوزراء وياهم مجلس رئاسة الجمهورية، إذا قلنا هم 500 واحد، إذا لما من عندهم بس فلوس الحمايات اللي عندهم لشهر واحد ورجعوا بنوا مناطقهم وقالوا لهم رجعوا لبيوتكم، دول بالمخيمات كلهم راح ينتخبوهم من جديد. بس شو تسوي ويا واحد غبي سياسيا؟ أكو خطة لإغلاق المخيمات كلكم سمعتوا بيها، ويردون يرجعون النازحين غصبا ما عليهم. وزيرة الهجرة إيفان جبرو بينت هذا الشيء وقالت أنه اللي يمنع النازحين يرجعون لمناطقهم أنه مناطقهم ما بها أمن، بيوتهم مفلشة، ماكو خدمات بمناطقهم، وأنه وزارة الهجرة والمهجرين اللي هي وزيرتها عاجزة ما عندها خطية أنه ترجع العائلات بهيك ظروف. وقالت أنه نازحي جرف الصخر اللي يتواجدون بعامرية الفلوجة تحديداً وبمنطقة بزيبز حالتهم الصحية متدهورة، وأكو نقص بالتعليم، وما عندهم أبسط الاحتياجيات الأساسية، وماكو حقوق إنسان، وما عندهم شيء يثبت العيش بكرامة. وأقرت أنه أكو تقريباً 29 مخيم ويا عشوائية بزيبز، وأكثر من 40,000 عائلة نازحة بداخل المخيمات وخارجها، هذا كله بواقع أكثر من 1,000,000 نازح هم هيك وضعهم. لكن الوزيرة قالت أكو سلتين، والناس النازحين استغربوا بمخيمات عاملية الفلوجة لأنه حتى بهاي السالفة أكو محاصصة، أكو انتقائية بتوزيع المساعدات، ومو الكل انشملوا بهاي السلات الغذائية رغم الحاجة الملحة وراء ما وزعت الوزيرة 100 مجمدة على 100 عائلة من أصل 600 عائلة
بدون أن تغطي عمليات التوزيع جميع العائلات. خلونا نشوف. يعني احنا 600 عائلة جتنا 100 مجمدة، أربع قطاعات 600 عائلة، الهريمات والبجار والبجواد والبسليمان والمالحة، أربع قطاعات بين 600 عائلة، الله وكيل غير 100 مجمدة وأقلها من أحصيهم بالمضبوط أقل. هل تقول لي ليش يابا ما تنطيني أبو الهجرة؟ يقول لك والله هاي من وزيرة بس للأرملة والمعتقل والمطلقة. فإحنا علم الناشد، وهذا عمامك من أهالي جرف الصخر كلهم يناشدونك باسمهم، أريد من الله ومنك حل لها المشكلة وعينك علينا. أي والله لكل شيء يخدمنا وكل شيء يفيدنا. أنا أعطيكم الحل، أربع قطاعات 100 مجمدة، يعني كل قطاع 25 مجمدة، تشتروكم غرفة تحطون بها سيارات، تخلون 25 مجمدة، وكل قطاع قلنا بيه تقريبا 150 عائلة يسوون اشتراك. شلون الأمبيريا مال مولدة؟ تسوون أبو المجمدة حتى يروح يجمد ويأخذ غراضة باشتراك مثل القاصة مال بنك، لأن هذا حلكم الوحيد. والله سياسيين عراقي خربون ضحك، يعني هم حال الظل حالهم. أو بمخيم تودي له 100 مجمدة ما يجيب لك كهرباء، أنت رجعي عالجي سوي له مدرسة، أكو ناس ما عندهم أوراق ثبوتية أعطيهم أوراق ثبوتية، نطيتيهم 100 مجمدة وأخذوا 100 مجمدة وما عندهم كهرباء يسووها كنتور مال هدوم. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك راتب الكبيسي يقول من المعيب على الحكومة أن يبقى هؤلاء النازحين خارج مدنهم اللي قضوا مئات السنين فيها، ألا يمكن إيجاد حل لهم وإعادتهم؟ لماذا هذا السكوت؟ هل هم بدون؟ فمن هو المسؤول عن معاناتهم؟ هل يوجد لهؤلاء من يمثلهم وينتفض لمأساتهم؟ بالتأكيد لا. دكتور رجب الفهداوي يقول لا رجل شريف أو نائب أو شيخ يسعى لعودة هؤلاء النازحين منذ سنين، أي ذنب اقترفوه؟ نجاح عبد الرحمن يقول الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نازحين في بلادكم. وأم حسين المشهداني تقول الله يكون بالعون، الفرج قريب إن شاء الله، اللهم يسر ولا تعسر يا رب على كل العراقيين يا رب. بالنسبة إلى التعليق الأول، سأل الشخص يقول ماكو سياسي يفكر برجعتهم. أخوي العزيز جرف الصخر اللي هم نازحين من أدها، رئيس الوزراء ما يقدر يطبلها، مو أصحابها يردون يرجعون. وإذا تريد تسأل ليش رئيس الوزراء ما يقدر يطبلها، لأنه أكو ميليشيات أقوى من رئيس الوزراء تمنعها أن يطبلها. أبو وطن من لندن، حياك الله يا أبو وطن. الله يحييك الغالي. الله يسلمك. رمضان مبارك عليكم وعلى جميع العراقيين إن شاء الله. ويبارك بعمرك يا رب. الله يخليك. عفوا قبل لا أجاوب على موضوع النازحين، إذا ممكن عندي مداخلة من دقيقتين، موضوع الانتخابات اللي تم التصويت على تغيير قانونها البارحة. نعم. قبل من أول ما صارت طرح موضوع تغيير القانون الانتخابات والعودة إلى قانون سانت ليغو هذا المشؤوم، طلعوا سياسيين اللي معه واللي ضد دائما يتكلمون. المرجعية كانت ضد القرار، ضد سانت ليغو، وبيهم يقولون المرجعية ما عندها مشكلة ويا سانت ليغو. هنا احنا نطلب ان اكو الناس اللي بالعراق اللي عايشين بالعراق، شخص شخصين ثلاثة مجموعة يدزون استفتاء، يستفتون المرجع الأعلى سيد السيستاني، يقولوا له يابا هل هذا القانون مرجعيتكم هي مع القانون أم غير أم ضد القانون، وتنشر هاي الفتوى حتى الكل، حتى إذا أكو كاذب يتعرى، إذا أكو سياسي منافق يتعرى، وإذا أكو وحتى نفس الوقت المرجعية تبيض وجهها قدام الناس. أما تبقى المسألة هالشكل غامضة، هنا من حق كل إنسان إنه يشك، هل هي اتفاقية، هل هي مدبرة، هل هي بها اتفاق مسبق. من حق كل إنسان على وجه الأرض إنه يشك بهذا الموضوع. طيب. هاي نقطة. ثانيا إذا هاي من ناحية المرجعية. المسألة الثانية، إذا بقت الناس العراقيين بقوا على هذا الحال ساكتين، أكو مجموعات مثل ما عرضت حضرتك، أكو ناس متظاهرين شباب أبطال شجعان جاي يطلعون مظاهرات، لكن الأكثرية هي صامتة. احنا نعرف هي صامتة، هي ضد الحكومة وضد العملية السياسية. لكن هذا مو حل. الأمور جاي تمشي، القوانين جاي تشرع. يعني أفتهم من كلامك أبو وطن أنه سكوتهم دا يعطيهم مجال.
بالضبط يعني زي. لدرجه يعني اكو اكثر من انه شرعوا قانون بين قوسين الحشد الشعبي اللي هو حرس ثوري نسخه عراقيه. نعم. والحرس الثوري هم بنفسهم جاي يقولون إن, ان ان الحشد الشعبي هو لحمايه العمليه السياسيه، يعني مو حمايه العراق ولا حمايه العراقيين. نعم. حمايه. نعم. العمليه السياسيه والسياسيين. بالنسبه لموضوع النازحين هي مسالتهم يعني ما لها حل، لان اول شيء ماكو اراده لا من الحكومه ولا من البرلمان ولا من السياسيين بشكل عام. ماكو يعني لو بيدهم هاي الناس اللي بالمخيمات اقسم بايات الله لو بايدهم يبيدوهم، لكن للاسف اكو وسائل تكنولوجيا وتصوير وكذا وتنشر وتنفضح المساله. لو بيدهم يبيدوهم. المساله مساله كسر عظم، هاي الناس يجب ان تباد. اذا ما اقدر ابيدك من خلال قتل ابيدك اقتل نفسيتك، وهذا اللي قاعد يصير من 2014 لحد الان. شنو يابا شنو؟ الناس جايين لكم يابا طلعونا من هالمخيمات ودونا القصور ودونا على مناطقنا، خد خيام ونعيش بمناطقنا. نعم. سياسيين السنه وينهم؟ وين هذا حشاك الناس هاي التعبانه؟ هذا الطرف الاخر احنا بالله يقول قاعدك ناس تدور مصالحها. زين وانتم ليش هاي العالم؟ شنو هذول مو عراقيين؟ نعم. مو مسلمين؟ شكرا 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 لك ابو وطن. نروح هسه الى انهيار الواقع التعليمي اللي هواي حكينا عليه، والإهمال الحكومي لهذا الملف، ونبدي به من محافظة القادسية بهاي الحلقة. الأمطار الأخيرة شفتوا بالحلقات الماضية، الأمطار سببت فيضان، مطار النجف غرق، شوارع غرقت، مدن غرقت، ناس قامت تستخدم بلا ما شفناها. لكن الأمطار الأخيرة دت أذي المدارس والطلاب همينة، وتسببت بانهيار عدد من الصفوف داخل بناية مدرسية بالقادسية. ولولا لطف الله وعطلة الدوام الرسمي كان المشهد أكثر مأساوية وتسبب بإزهاق أرواح العديد من الطلاب. خلونا نشوف سوية. هذا حال مدرسة بالله، ما تستحون، طلاب صغار جهال يروحون بهيجي بيئة بهيجي جو، شلون راح تكون عنده نفس للتعليم؟ نطلع من القادسية نروح الذيقار. مديرية التربية أعلنت هناك بوقت سابق أنه هي أخلت عدد من المدارس الآيلة للسقوط بالمحافظة حتى يحمون الطلاب. بخطوة قالوا المراقبين هي اعتراف صريح من المسؤولين او الجهات الرسميه حول هذا الموضوع انه اكو هوايه من الابنيه المدرسيه مهدده ان توقع على رؤوس الطلاب. وذكر التربيه الذقار بوثيقه رسميه انه هي صدرت امر فوري ان يتم اخلاء 18 مبنى مدرسي في محافظه ذقار حتى يحمون ارواح شاغليها من الانهيار اللي راح يصير لو هم جواها لا سامح الله. وحملت إدارات هاي المدارس المسؤولية الكاملة بحال عدم الالتزام بالإخلاء. يعني المديرية تقول لك أنا قلت لكم أخلوا، وإذا ما أخليتوا الإدارة هي لها دور. بهالأثناء الدولة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من ذيقار لاستخدام الطلبة قارب بدائي بلم، استخدموه عبارة حتى يعبرون من هالصوب ذاك الصوب بقرية بيها أبناء عشيرة آل عريثم أثناء توجههم إلى مدرستهم بالقرية بطريقة تهدد أرواحهم بالغرق خصوصا خلال الأمطار والرياح. خلونا نشوف. أنا أشكر الأخوة بالكنترول ذكروني بحالة. تشوفون هذا البلم ببنات ولد بالضبط مثل اليابان. أكو قرية نائية باليابان بها تلميذة وحدة طالبة بمدرسة وحدة،
تروح مسافة طويلة حتى تروح لمدرستها. وزير النقل الياباني مد سكة قطار وقطار ينقل هالطالبة بحدها من قريتها للمدرسة ويرجعها من المدرسة للقرية حفاظاً على روحها. وبالعراق عبارة الموصل وحدة، هاي وحدة يمشون بالطين، يمشون بالوحل، يوقعون يزلقون طبهم مرض. من ذي قارن نروح إلى النجف، معلم وثقلنا هناك هو دي يدرس بواحد من الصفوف بمدرسة الجواهر الابتدائية اللي مع الأسف تحمل اسم أحد أشهر شعراء العرب وأحد شعراء العراق. تسرب مياه الأمطار إلى الصف خلال تقديمه إلى حصة دراسية للطلاب بمشهد ينظر بخطر كبير لا سامح الله لو وقع هذا السقف على رؤوس الطلاب وعلى رؤوس الأستاذ. خلونا نشوف. لا تحشون، هذا الصف صف الثاني ابتدائي في مدرسة الجواهري، واليوم مطرة الدنيا، وبعد هاي المطرة هذا حالنا وحال الصف وحال التلاميذ. هذول بصف الشباب خليناهم على مود لا يعديهم الماء اللي يساقط من السقف. ارجع بابا مكان، ارجع بابا. هذا دوش صف الثاني الابتدائي في مدرسة الجواري، مو حال صف. تعرفون إذا أكو واير بالسقف مجلوغ وطبت الكهرباء للصف شي يصير؟ ولا هو ماكو كهرباء بالعراق؟ احنا متأكدين. هم ليش ما دا يصلحوها؟ لأن ما عندنا كهرباء، ماكو خطر على الطلاب. بس دا نقول لو اجت الكهرباء وأكو واير مجلوغ، ذولا كلهم بالزلك. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك أم محمد الجنابي تقول ولكم هاي مدرسة سود الله وجوكم. يعني الأهل من تشوف أولادها بهيج مكان شو تحس وشنو شعورها؟ جزا الله خير المعلم يروح لهيج مكان لو فوقها ماكو أجر. منتظر محمد يقول لو واقع على الطلاب وميتين نشوف أكو تحرك من الحكومة، لكن دام عدت بخير وسلامة إن شاء الله بعد 5 سنوات يخصصوا لها أموال للترميم والبناء ورا ما توقع على رؤوس الطلاب. إحنا في بلد تعود المواطن يموت بيه. أبو محمد النصر الله يقول تشا وين راحت المليارات اللي انصرفت على ترميم المدارس؟ وأبو حسام الطائي يقول المليارات تصرف في الترميم صبغ وترقيع. علمان هذه المليارات لو كانت بأيادي نزيهة لتم بناء مدارس جديدة وبمواصفات عالمية بدل الصبغ وما يسمى الترميم. ونسأل أبو عمر من الناصرية شو تقول يا أبو عمر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. الله أكرم على كادركم. الله يسلمك أخوي. طبعا بالنسبة القرارات هاي الدكتاتورية الجائرة مال هاي الفساد هاي الحساب. نعم. طبعا هذا ما يمر وما يصير، هذا مستحيل يصير، مستحيل يصير. لان انتو جاي ايران شد قل لكم انتو جاي تطبقون على الشعب ديلولا. هاي ما تمنى عمي ما تمنى هاي مال المدارس وماشي ان شاء الله هاي ديلولا. هذا البرلمان مو برلمانكم، هذا البرلمان صار سوق هرج. استحوا شويه وخجلوا، خجلوا عيب عليكم. احنا كم دوب يعني نضل وياكم؟ عيب عليكم. استحوا شويه، استحوا حطمت البلاد، عيب عليكم. انت الحلبوسي وذاك وفلان وفلان، عيب عليكم عمي، عيب عليكم. والله العظيم والله العظيم بالمرصاد لكم، احنا بالمرصاد الناصريه لكم. والله على يا دكتاتوري تقولون على صدام دكتاتوري، والله تروحون في الوسط صدام. انتم زين تروحون في الوسط صدام. صدام ما سوى هيك بالعالم، انت سويتوا الانجس بالعالم، تقتلون هجرتوا العالم من مكانها،
جوحتوا العالم، سلبتوا، كيش كيش سويتوا انتوا؟ نعم البوس عيب عليك، استحي شوية، استحي استحي يا جاي جابك تشريني من الناصرية، أبو عمر تشريني، تاج راسك قالوا تاج راس البرلمان، وشك واحد من البرلمان تاج راسك، وأنا أسأل البرلمانيين جماعتنا، جماعة الامتداد، لا تعطوهم فرصة، يا ركابي، يا داود العيداني، لا تعطوهم فرصة ذولا، إحنا حاطين خيمنا والله العظيم يكون بالمرصاد. نعم نعم. اسمعني يا معبد، وخلي يسمعوني كلهم يسمعوني. جيت والله العظيم نقاتلكم ونظل والله العظيم خيالنا موجودة وإحنا نروح كاظم ساحة الحبوبي إنه شرف جاي ندافع على وطننا إحنا عراقيين والله العظيم شو تسوي الكتوت بقول بعد يعني أدد من هالفساد هذه اللي أنتم فاسدين وما تستحون كلكم ما تستحون وكلكم ما عندكم شرف أنا هم قلتكم أنا والسلام عليكم حمد. شكرا 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 لك أبو عمر. يحتاج مريض الكلى بالعادة أن يتم التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة بجسمه من خلال عملية غسيل الكلى. هاي عملية صناعية تصير بمركز مخصص إلى هاي العملية لما تتعطل وظيفة الكلى اللي موجودة بالجسم وتعجز عن القيام بمهامها. لكن بالعراق مريض الفشل الكلوي يعاني من نقص السائل المستخدم في غسيل الكلى واللي يسمى سائل البريتوني بسبب فشل وزارة الصحة تأمين مواد ومتطلبات عملية الغسيل. وما تقتصر معاناتهم على هالحال بس، لا، يوصل الحال بهم أنه المستشفيات المخصصة لهم تخلو من الطواقم الطبية ما بها أثناء مراجعتهم إلها، على الرغم أنهم يحتاجون بحاجة ملحة وسريعة وعاجلة إلى علاج، لأنه كثرة السوائل بجسمه وعدم إخراجه تؤدي إلى وفاته لا سمح الله. خلونا نشوف أحد مرضى الكلى شلون لقى الوحدة المخصصة لعلاج مرضى الكلى بالبصرة بهالمقطع هذا. استشارية أمراض الكلى مستشفى البصرة الجمهوري. شوف المستشفى فارغ، الله شاهد، جيت 12 إلا ربع هنا موجود على مود نستلم علاج ما زارعي الكلى، أنا زارع كلى، لقيت الدكتورة ما موجودة، نزلت للصيدلية نستلم من عندها، قالوا لي تروح لردها تجول بالمستشفى الباطنية أو الكلية الصناعية تلقى الدكاترة هناك يختموا لك. رحت هناك هم ما لقيت الدكاترة ورجعت، يعني الدكتورة تطلع 12 إلا ربع من المستشفى وإحنا صارنا بالسنة ما مستلمين علاج، هاي المستشفى كلها معز. هسا رجعت أريد أسلم الفايل، هذا الفايل رجعت أريد أسلمه، ما في أحد، ما موجود أحد. أنا أناشد وزير الصحة، الناشد مدير صحة البصرة، إلى متى هذا الوضع وهذا التسير؟ 12 إلا ربع طالع الطبيبة أو الطبيب، هاي مو مستشفى. شو وقت تداومون بابوتو؟ طبعا مريض الكلى يعاني بالعراق مو بس من هالسالفة، لا، يعاني من نقص حاد بالدواء بالعلاج كل شيء. هذا الشيء يتزامن ويا قلة المراكز المخصصة لغسيل الكلى بكافة محافظات العراق، واللي يجبر المريض أن يتوجه إلى مستشفيات أهلية بأموال ومبالغ كبيرة جدا تستنزف أموالهم. والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عن الأجهزة وعن الأدوية والمستشفيات الحكومية ويا الناشط أبو زين العابدين الحسناوي من النجف اللي شرح لنا واقع الحال بالنسبة إلى مريض الكلى. خلونا نشوف. فرق بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الأهلية، من ضمنها جهاز تفتيت الحصى. ليش بالمستشفيات الحكومية كلها عاطلة في النجف، ومن تروح للمراكز الأهلية بالنجف وبالحلة ومن تفتر دار مدار المحافظات الجهاز يشتغل؟ في مستشفى الفرات أخذنا المريض عاطل، في مستشفى الصدر عاطل، تروح للألماني يقول لك بعده والله ما مشتغل عندهم. شنو الفرق المراكز الأهلية عن الحكومية؟ ليش هنا عاطل وهنا يشتغل؟ الجلسة الوحدة 200,000 دينار لتفتيت الحصى، وإذا عندك 3-4 جلسات الوحدة 200 والنوم 150 150 150 إلا تروح الحصى. زين ما عنده من يجيب 600 700
يا دكاترتنا الأعزاء يا أخوتنا، يا مدراء المستشفيات المحترمون، مستشفى الفرات، مستشفى الصدر، المستشفى الألماني، اللي ما أعرف بس منظر المستشفى التعليمي الألماني ما تشغله، شو وقت حل الهاي الأجهزة؟ معظم الأجهزة الرنين عاطلة، معظم كذا الجهاز عاطل، ليش بس بالحكومة يعطل؟ ليش بالأهل ما يعطل؟ أنا بس عندي ملاحظة، أتمنى من الخبراء أنه يروحون يفحصون هاي الأجهزة بالمستشفيات الحكومية، صدق عاطلة لو حاطيها على صفحة، بحيث أنه الجهاز بالمركز الأهلي من يعطل بليلة ظلمة بدون ما حد يدري اتبدلاً اشتغل الجهاز مرة أخرى. الناس لما شافت هاي العملية علقت على هذا الموضوع. أول تعليق من فيسبوك أبو سجاد المياحي يقول المستشفيات الأهلية يديرها أطباء بالمستشفيات الحكومية، ولهذا يتم تعطيلها حتى تلجأ إلى الأهلي. علي العيساوي، إذا توفر كل شيء بالمستشفيات الحكومية راح تنظر بمصالح المستشفيات الأهلية، لأن وراها ناس مستفيدين، فساد واضح بصورة غير مباشرة. أيوب الزبيدي يقول لعبة أحزاب ولعبة سياسية دمرة، وكل شيء موجود بالمستشفيات الحكومية راح تخلي المريض غصبا عليه يروح إلى المستشفيات الأهلية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسام الخياط يقول منو اللي يتابع؟ هذا حال النجف الحكومي عاطل على مود يشتغل الأهلي، ومستشفيات الأهلي كلها لهم ودق فلوس. فكانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع. أجل القضاء الحالي وللمرة العاشرة على التوالي محاكمة قاتل الناشط هشام الهاشمي الله يرحمه. بظل حديث الناس عن انصياع الأجهزة الحكومية، عن انصياع القضاء الحالي، إلى تهديدات من الميليشيات وكل من يحاول إدانة زعاماتها بالإرهاب، مصدر قضائي كشف لنا أن محاكمة قاتل هشام الهاشمي تقرر تأجيلها إلى المرة العاشرة، إلى يوم السابع من شهر آيار المقبل، بسبب تقديم طعن ثاني وإرسال الدعوة إلى محكمة التمييز. هذا التأجيل تزامن ويتداول العراقيين وثيقة مسربة منسوبة إلى وزير العدل الحالي يقر بيها عدم وجود المتهم المقرب من ميليشيا حزب الله داخل السجون، بمشهد يدلل على حجم تهاون القضاء الحالي والسلطات بتطبيق العدالة المزعومة في العراق. ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية أعدلنا هذا التقرير حول هاي القضية، خلونا نشوف أسويها. كتل سياسية أكو يقدر واحد يحكي واحد، والقضاء كده نروح نهديده. إذا القضاء كان يتهدد. نعم أنا أقول لك كان يتهدد. أنا خضع للتهديد. ها؟ خضع للتهديد. أقول اليوم ابن أمي ما يخضع للتهديد. سيطر على الجريمة وأنا دحكيها طق طق. هذا القضاء هو اللي سيطر على الجريمة، وأدعو الفايق زيدان، الأستاذ فايق زيدان، خلي بس مجرد يقرأ الأوراق التحقيقية، مو مجرد يوقعون على ضابير مال الإعدام. سمعتوا الحج هادي العامر ايش قال؟ قال كلمة ابن أمه اللي ما يخضع للتهديد بالعراق.
حجينا الله يساعدك، يعني ذول الموجودين بالعراق من السياسيين وأحزاب وقضاة كلهم مو ولد أمهاتهم؟ سلام عليكم جديدة هاي، عاشت ايدك، طردت من عندهم. تفاعلوا خريجين الإعلام على من السنوات السابقة من العشرة الأوائل على أقسامهم على هاشتاج أنصفوا العشرة الأوائل على أقسام، وراء الإقصاء والتهميش من قبل الحكومة لهذه الشريحة، وراء ما جرى استثناء العشرة الأوائل من قانون التشغيل والاقتصار على ثلاثة بس، وطالبوا بالإنصاف وتعديل القانون وشمولهم بالتعيين. ولهالسبب جبنا لكم بعض التغريدات. نرجس على تويتر تقول: نحن الخريجين العشرة الأوائل على الأقسام الحكومية والأهلية ومن جميع المحافظات العراقية نود أن نوصل صوتنا ومناشداتنا ومظلومياتنا المتمثلة بإقصائنا من قانون تعيين الأوائل رقم 67 لسنة 2017 واقتصاره على ثلاثة الأوائل فقط. الحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها. حسين السعيد يقول: إن قانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لسنة 2017 يلزم الجامعات بتعيين الطلبة والطالبات الثلاثة الأوائل في المعاهد والجامعات الحكومية، وفي هذا ظلم وتهميش للمتبقين من العشرة الأوائل. وسفيان نجم الجبوري يقول: هاشتاج أنصفوا العشرة الأوائل على الأقسام. نحن شريحة من خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية من تسلسل العشرة الأوائل على الأقسام، أصحاب التسلسل من 4 إلى 10. لقد تم إقصاؤنا من قانون تشغيل الأوائل والاقتصار على الثلاثة الأوائل فقط، ولم نجد من يدعمنا ويتكلم باسمنا داخل الحكومة. وكوثر الخزعلي تقول: هاشتاج أنصفوا العشرة الأوائل على الأقسام، يرجى دعم قرارنا وإنصافنا، ظلم يروح تعبنا وجهودنا. كانت هاي التغريدات على هاشتاج أنصفوا العشرة الأوائل على الأقسام. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود اليوم في حلقتنا. أتمنى أن يكون مواضيع قد نالت إعجابكم. بالنسبة إلى الواتساب، عندي رسالة وحيدة تقول: موضوع المدارس والصحة ضروري، واقع المقارنة بين دول الغرب من يسموهم كفار ومن يقود العراق باسم الدين ماكو أي مقارنة. الأحزاب القذرة تريد جعل العراق مريض حتى ينتفعون من مصائب الناس. أنتم تعرضون مجموعة من مشاكل العراقية، شيء ممتاز، نريد نشارك وياكم. تقدر تشارك ويانا، لكن انتهى وقت البرنامج أخي العزيز. في حلقات أخرى نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة نفس الموعد باكر بإذن الله. في أمان الله.